أصدقائي عشاق طيور زينة في قناة نور علي، حياكم الله. طبعا الطيور بصورة عامة أو حتى الإنسان مهما يأكل من مواد صحية وغذائية وفيها الفيتامينات والبروتينات ما تعوض عن ضوء الشمس. الشمس جدا ضرورية بالنسبة للطيور والإنسان. فبالصيف مثلا أول ما تشرق الشمس مدة 10 دقائق لا أكثر تخليهم، ضرورية جدا. وبالشتاء بعد أكيد نسبة أكثر يحتاجون. أنا أخليهم لأن يعني الجو بارد بالدنمارك أخليهم فترة طويلة والشمس ما تتعوض، لأن بعد شهر يمكن الشمس ما تطلع أربع شهرين، هاي فرصة نعوض لهم الشمس. واللي يحب البلبل يوقف على إيده يتعلم يغرد، دائما إذا عنده بلبل أليف يخلي على إيده وهو صغير ويسمع أصوات دائما، حتى لو كبر وهو واقف على إيدك يغرد، يصير شيء جميل لأن جدا روعة البلبل إذا واقف على الإيد ويغرد. بهاي الطريقة أكثر فترة ممكنة والسمع شيء حلو. طبعا الفيديو للأسف مو واضح لأن الشمس أشعتها ما شاء الله قوية تأثر على التصوير. عندي هذا البلبل الوحيد أكثر شيء يزاحم البلاول، أول ما حط إيدي هو يجي يحتل الإيد ويتعارك ويا اللي يجون ينافسونه. التنوع بالغذاء جدا ضروري، ودائما نقول إن الدود جدا ضروري أو القبوي للبلابل، يعني ينطيهم صحة جدا جديدة، خاصة البلابل إذا مرحلة نمو جدا ضروري لهم. وإذا صار عندهم القلش أو متلك مثل ما يقولون بالعراقي، تبديل الريش جدا ضروري لهم. حتى اللي يحب يروض البلابل أسهل طريقة خاصة المخاليف، تنطيل الحشرات. أنا أعرف وأقدر أن القبي ما يتحصل بالعراق نادرا، لكن تنطيهم، أنا كنت بالعراق أنطيهم الصراصير أو الجراد أو البوبشير يعوضهم. يعني اللي يقول ماكو يتوقف، ماكو قبي بس أستسلم، لا أعوض، أدور أي حشرات أنطيهم. وأيضا من الغذاء الصحي الذي يعشقه البلبل هو الكرز. الكرز من الأكل المفيد والصحي للبلابل، خصوصا في فصل الصيف لأن الجو حار وهذا يبرد عليهم. وانت والميزات البلبل وإيجابياته أن كل شيء يأكل من البيت، يعني كل الفواكه وكثير من الأكل الصحي للبلبل، فكل ما تنطي أكل يعشقه راح يتعلق فيك أكثر. بس مسألة كلش مهمة ينتبه لها المربين، بعض الأحيان احنا يصيبنا زكام أو فلاونزا وكثير من المربين يعلشون الأكل ويطون البلبل، وما يسبب إلى العدوى ويتمرض البلبل وهو بنيته جسمانية ضعيفة رأسا يموت. تنتبهون لهذه النقطة المهمة. اللي يحب البلابل يتعلقون فيه دائما ينطيهم النيدة، يعني أنا هسه مخلي لهم التمر بكثرة، والتمر أكل المفضل ويعشق، لكن دائما ما يشوفوني تعودوا ويأكلون من إيدي. حتى لو أجيب لهم تمر والتمر موجود بالقفص يفضلون يأكلون من الإيد. إن شاء الله نستمر كل ساعة أنوع لهم بالأكل، البيض المسلوق والسمك يحبونه والدجاج، يعوضهم على البروتينات مع الدود اللي ما عنده دود. كذلك البلبل يحب الحمص، احنا نسميه بالعراق والبصرة، يعشق وصحي له، لكن ما طيب كثرة، يعني مو كل يوم، باليوم بين يوم ويوم او كل 3 ايام اطيب، لان يعني في ملوحة خاف يسبب الاضرار.
تلاحظون شلون يحبه، بالرغم عنده أكل يعني متوفر له بالقفص، لكن يعشقه. مثل ما قلت لكم دائما أقدم لهم الأكل بيدي حتى يبقون للكبر أليفين ومتعودين على إيدي ما يخافون.